يا ساده، الليله النهارده ليله عجيبه، ليله انا ما بحبش ان يتقال في الليله دي ان هي افضل من 83 سنه، ما بحبش الكلام ده. الكلام ده مش صح، الكلام ده عندي يكاد يكون مش صحيح، لان الاسلوب القراني لما قال خير من ألف شهر ما كانش المقصود بيه الرقم، كان المقصود ايه؟ ان رقم الألف ده هو اعظم مبالغه. ولذلك لما كانوا يقولوا ان الليالي كتير قوي يقول لك ألف ليلة وليلة، يعني فوق المبالغة. ولذلك خير من ألف شهر يعني خير من الدنيا وما فيها. ليه ما قالش خير من ألف سنة؟ عشان ده آلاف السنين، ده القياس بتاع العالم الآخر. لكن القياس هيقول عليه خير من ألف شهر. الليلة دي خير من الدنيا وما فيها. اللي هيحوزها هيبقى حاز كل ما يمكن أن يعطيه الله سبحانه وتعالى لعبد في هذه الدنيا. كملوا وأقبلوا على الله، واعملوا زي ما قلنا النهاردة، خلوا كل واحد فيكم يخرج من الليلة دي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي، فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي. يا رب لا تجعلنا نخرج من هذه الليلة إلا وقد كتبتنا في أسماء المرء مع من أحب. يا رب لا نخرج من هذه الليلة إلا ونحن من أهل محبة رسول الله. اللهم إنا نعلم أنك تطلع رسول الله على أعمالنا، فإذا أطلعت على أعمالنا اجعله يكون فرحا ويكون من أهل السرور، فنكون في صحبته صحبة النور. اجعلنا مع حضرة النبي، فإنا نشهدك على أننا نشتاق إليه وأننا نحبه وأننا نحبه فيدخلنا على حبك. فاقسم لنا من حبك هذه الليلة ما تجعل قلوبنا في قلوب المحبوبين وقلوب الأبرار وقلوب المطهرين. لا تبقي لنا ذنبا ولا تبقي لنا وجعا ولا تبقي لنا هجرا، وقربنا منك واجعلنا من أهل رحمتك ومن أهل فضلك يا كريم. فقراؤك على بابك يلوذون بأعتابك، فارحمهم واقسم لهم من خير ما قسمت به لأوليائك وأصفيائك يا كريم. لذنا بكرمك فلا تردنا خائبين، واجمعنا بسيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.